صديقي العزيز أحمد، الحقيقة أنا يعني خدت فرصة جميلة إن أنا أبعت لك الكلمتين دول. يمكن ما قلتهم لكش ساعتها في وقتها يعني، بس أنا بحب أقول لك إن أنا بشكرك على، يعني أنا مش هقول اللي هعتبرها مجاملة، لأنك أنت فعلا كنت جاي بقلب وجاي في موعدك بالثانية عشان تقدم التريلر بتاع او المقدمة بتاعت فيلم مبروك وبلبل، لمجرد ان انا كلمتك وقلت لك ايه رأيك لو نعمل كذا، فكان ردك بالمقابل اللي هو سندوتش الفول وكوباية الشاي، واظن وصلك الاجر كاملا يعني. انا بشكرك بشدة، وطبعا انت مش محتاج ان انا اقول، انت عارف رأيي فيك كفنان.